سلام عليكم. واحد من أجمل وأغلى الأجهزة المحمولة خلال سنة 2019 كان جهاز من شركة شاومي الصينية واسمه المي ميكس ألفا. شاشة ملفوفة حول الجهاز بالكامل بشكل جميل وجذاب، إذا ما نقول ساحر، وانطلق الساحر الأسواق بسعر ساحر أيضا عند $3,000 أمريكي. ورغم ما جمع من أعلى المواصفات، لكن سر تفوق المي ميكس ألفا هو تصميمه وشاشته الأسطورية. لكن شاومي وبتسريبات جديدة لموقع Let's Go Digital الألماني ناوي تقدم الجيل الثاني من الميكس ألفا، وحتى الاسم حاضر. مرحبا، أنا حسن من قناة تك تايم، وأهلا بكم في فيديو اليوم المثير جدا والخيالي عن المي ميكس ألفا برو. ظلوا ويانا. العام الماضي سجلت شاومي عدة براءات اختراع مختصة بالشاشات المنحنية وبعدة تصاميم، لكن واحدة من هذه براءات الاختراع اللي حصل عليها الموقع الألماني Let's Go Digital تم اكتشاف التصميم اللي تشوفوا حضراتكم، شاشة ملتفة جميلة حول جسم الهاتف، إطار علوي وسفلي من الفولاذ عالي الصلابة، والجزء السفلي من ظهر الهاتف مغطى بالكامل بالشاشة وبنسبة 60%. أما الجزء العلوي فتحسه سفينة فضائية متكاملة جايتنا من أفلام الخيال العلمي. الحافات الجانبية اللي راح تكون شاشة أيضا راح تحورها شاومي عن طريق السوفتوير حتى تمنع اللمسات الجانبية وتسهل الاستخدام، وقد تجعل منها مثل ما سوت بالألفا الأصلي منطقة لعرض البيانات من شبكة وبطارية وساعة. وبحسب الموقع الألماني أن الجهاز راح يتوفر بلونين، هما الأسود والشفاف بالنسبة للجزء العلوي، أما الباقي فراح يكون شاشة. لكن اعتاد هذا الجهاز المتوحش شيء مخيف أكثر من تصميمه، شوفوا شلون. أفضل معالج في عالم الأندرويد راح يكون بخدمة أجمل هاتف في عالم الأندرويد أكيد، والأخبار تأكد أن المعالج راح يكون من كوالكوم، هو السناب دراجون 865 بلس مع رام من الجيل الخامس LPDDR5 بسعة 12 أو 16 جيجا، وذاكرة من الأسرع والأحدث UFS 3.1 بسعة 256 جيجا. الجهاز أكيد راح يدعم شبكات الجيل الخامس وبنوعيها سب 6 جيجا هيرز والمليمتر ويب، أيضا دعم لتقنية البلوتوث الأحدث 5.2 وغيرها من التقنيات الأكثر تقدما في عالم التكنولوجيا. أكيد انتبهتوا على الجزء البارز من هذا الوحش، وهو الكاميرا الخيالية اللي بظهره. هنا الجهاز يجي بكاميرا واحدة فقط لا غير، موضوعة بظهر الهاتف، أما كاميرا السلفي فراح تكون تحت الشاشة، وإحنا بانتظار أول جهاز ينزل للأسواق ويسبق الكل بكاميرا السلفي تحت الشاشة. لكن هذا الوحش مركز قوته هي الكاميرا اللي بالظهر، وهذه الكاميرا راح تكون بحسب بعض المصادر المقربة من شاومي بمتحسس سامسونج الأحدث والأقوى اللي إما بقوة 152 ميجا بكسل أو 190 ميجا بكسل. هذين الاثنين سوينا عنهن عدة فيديوهات سابق، وكانت كل الأخبار تتكلم عن اتفاق سامسونج مع شاومي لأن تكون من أوائل الشركات لاستعمال هذين المتحسسين تحديدا. والشيء الأجمل بهذه الكاميرا هو نظام الزوم البصري المتقدم والقوي جدا مثل كاميرات DSLR الاحترافية، مع وجود تسريبات عن تطوير شاومي لخوارزمية تصوير من الأكثر تقدما وقوة واسمها سوبر اي اي كاميرا، تجعل من كاميرا الألفا برو من الأقوى والأفضل والأكثر تقدما. طبعا من عندك شاشتين هائلة المساحة والتقنيات العالية وال5G والكاميرا المتقدمة جدا تجعل من المي ميكس ألفا برو مستهلك قوي للطاقة، ولهذا وبحسب التقديرات البطارية راح تكون بسعة لا تقل عن 5000 ملي أمبير، وأكيد تدعم تقنيات الشحن الأسرع من شاومي السوبر تشارج تيربو قوة 100 واط اللي أعلنت عنها واستعرضتها قبل فترة شاومي. يعني بهذه قوة الشحن لهاي البطارية فالشحن فل من 0% ما راح يتجاوز 30 دقيقة بأي حال من الأحوال. انتو شنو رأيكم أصدقائي بهذا الجمال الخلاب فكرة وتصميما؟ وهل تتوقعون من شاومي أن تطلق فعلا لهذا الجهاز نهاية السنة؟ وإن أطلقته برأيكم وحولته من كونسبت إلى جهاز فعلي، هل تتوقعوا للنجاح؟ وش قد تتوقعون سعره؟ برأيي راح يوصل $4,000. انتو شقد تتوقعون هذا السعر أم أقل؟ شاركوني بآرائكم وتعليقاتكم، وأشوفكم بالفيديو القادم. في أمان الله.